هذا البرنامج برعاية إيفر كافيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة، وربما تكون آخر مرة نقول لكم جمعة مباركة في شهر رمضان لهذا العام. ربما لا نعرف، العيد يمكن الجمعة القادمة أو السبت القادم. ادعوا ربكم أنها تكون مش تكون الجمعة الأخيرة إن شاء الله، والله يطول لنا في شهر رمضان وتكثر فيه الصيام والقيام والطاعات والتقربات إلى الله سبحانه وتعالى. بما أننا اليوم الجمعة، خلونا نتكلم شوي عن صلاة الجمعة، وبما أنه أكثر موضوع جدلي خلال الأيام الماضية هو معالي الدكتور وزير الأوقاف والشؤون الدينية وقرار منع مكبرات الصوت خارج حدود المساجد في وقت إقامة الصلاة أو في وقت إقامة الصلوات. وهذا الموضوع أثار العديد من الجدل بين مؤيد وبين معارض. أنا والله في صلاة الجمعة كنت أفكر في شيء آخر، يعني متى راح نغير أسلوب الخطبة؟ متى راح نستخدم الترجمة وسائل التقنيات الحديثة في إيصال الترجمة؟ أكاد جزء من معظم المصلين أو شريحة كبيرة من المصلين لا يفقهوا اللغة العربية، على الأقل يتم ترجمة الخطبة بطريقة يعني سهلة، بطريقة ما يتم ترجمة الخطبة لهم. هذا أول شيء. ثاني شيء، حتى مواضيع الخطبة، افترض على 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 خطباء الجمعة انهم يكونوا اكثر جاذبية في الحديث، الستايل القديم او الاسلوب القديم هذا في القاء الخطبة من الورقة. اوكي، القيها من الخطبة من الورقة، بس يجب ان يكون في تفاعل مع 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 المواضيع اللي يعني مثلا اليوم كان موضوع الزكاة، وموضوع جميل جدا، بس للاسف تم طرحه بطريقه تقليديه جدا. الناس تدخل وما لها خص في الدنيا. وثاني شيء، حتى يعني حتى موضوع الخطبه، طريقه القاء الخطيب للخطبه، يعني من المفترض ان تحبب الناس في الخطبه، في مواضيع الخطبه. ناهيك انه بعض التصرفات طوال السنوات الماضيه ما غيرتها صلاه الجمعه، اللي هي تجي انت من وقت بدري تجلس، بعد شوي تبدأ الخطبة الأولى أو الأذان الأول، تحصل الناس تخطف أو تتخطى رقبتك، واللي يزاحمك، واللي جاي عشان يصور، واللي جاي علشان يسد الطريق. يعني صلاة جمعة، صلاة جماعة، الإسلام دين يعني يحث على الإسلام دين يحث على التنظيم والترتيب وتسوية الصفوف وعدم قطع الطريق. احنا تعال شوف عندنا في صلاة الجمعة، الشوارع مغلقة، انا اقصد الطرق المؤدية الى المسجد. ليش يعني ليش ما نخرج خارج هذا الصندوق؟ ليش ما يعني نفعل شيء ايجابي يغير هذه الصورة النمطية؟ يا جماعة، صلاة الجمعة أول ما فرضت في مكة المكرمة لم يتم صلاة، يعني لم تصلى إلا في المدينة المنورة، وكان أسعد بن زرارة رضي الله عنه أول من صلى الجمعة في تاريخ الإسلامي، وبعدها صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فتخيل يعني أنت تتكلم عن أكثر من 1440 وحاجة سنة، يعني مفترض عدة أشياء تتغير يعني أو تتحسن. ما أقول أنه نغير الصلاة، لا بالعكس، بس يتم يعني تحبيبها للناس
ما معقول أنا جاي أصلي مثلا رايح بلد غير بلدي واستمع للخطبة اللي بلغة أنا ما أفهمها. ما يصير. أو بلهجة أنا ما أفهمها. من المفترض أنه يتم تبسيط خطبة الجمعة للناس. من المفترض. ربما كلامي شوي يعني قاسي، أو ربما البعض يشوفه يعني يراه أنه خارج عن النص، بس هذه هي الحقيقة. بالمختصر المفيد، صلاة الجمعة ترى واحدة من أهم الوسائل لاجتماع المسلمين وطرح قضاياهم وتحفيزهم والكثير من الأشياء الإيجابية في المجتمع الإسلامي. فينبغي أنها ما تكون جامدة، هذا الجمود اللي نشوفه خلال السنوات الماضية والحد الآن. تقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال.